لأنه عم نحكي عن المنتل هيلث إيشوز. فكمان إذا منتذكر جاستن بيبر من فترة حكى أنه عم بمر بوقت صعب كتير نفسياً، وأعلن بوقتها أنه حيبتعد عن الأضواء والأعمال الفنية، لكنه فاجأ الجمهور بكوتشيلا بالويكند الماضي لما طلع على المسرح خلال حفل أريانا غراندي وغنى أغنية ساري، مثل ما فاجأت سيلينا جوميز جمهورها بالويكند الأول بحفل كوتشيلا لما طلعت على المسرح مع دي جي سنيك وكاردي بي وغنت. لكن المفاجأة الأكبر هي إعلان جاستن هو وعلى المسرح عن ألبومه الجديد من بعد ما فقد جمهوره الأمل إن هالشي يصير بهالفترة لحد ما تتحسن حالته. وهالخبر فرح الناس اللي تأكدوا إن جاستن صار بحالة صحية أفضل، والأكيد إن هالألبوم راح يشكل كومباك قوي بعد هالغياب. وعلى فكرة في موقف تاني كتير محرج صار مع أريانا بهالحفل، هو لما أحد الجمهور ضربها بحامضة هي وعم ترقص، وطبعا هالشي أغضب جمهور أريانا يلي اعتبر إنه يلي قام بهالشي هو أكيد من جمهور بيونسي، وإنه عمل هيك كرد على الجدل يلي صار بسبب المبلغ المادي يلي تقضته أريانا بحفل كوتشيلا واللي سبق حكينا عنه من قبل. والجمهور طالب من الشخص إنه يطلع ويعترف علنا قدام الجمهور ويعتذر. ما أتوقع هذا الشيء صار، ولا ممكن رح يصير حدا يطلع على ستيج ويقول أنا اللي كبيت وأنا هيك سويت، مستحيل. بس هم على فكرة قعدوا يدوروا عليه وأكيد ما لقيوه. وإذا منشوف حرام هي بس انضربت ما عملت أي رياكشن، برغم إنه هي ضربة حامية يعني بتوجع لأنه صابتها دايركتلي، بس هي هالأشياء ما بتأثر عليها وهي مكملة أكيد بنجاحاتها الكتير كبيرة هاي السنة. على فكرة أنا ما تشوفوني من أول ما شفت الفيديو أنا قاعدة أضحك، لأنه صراحة أوكي بغض النظر إنه هذا الموقف يمكن مزعج، بس يعني صراحة الشخص اللي سوى هالشيء لازم نعترف إنه هو شخص مبدع. يعني مين كان يخطر على باله إنه هو يربط الموضوع ببيونس؟ مين حرام؟ لا بس صراحة يعني it's funny. ممكن إجت براسها. بس يعني أنا شفنا الليمونة، ويعني أنا ما كنت أتوقع، يعني يحتاج الموضوع كثير تفسير. بس بالنسبة لأريانا هي حاليا داخلة مرحلة يعني منافسة شرسة جدا، لأنه هي ترشحت لتسع جوائز بالبيلبورد لهالعام، وطبعا هذا الموضوع راح نتابعه ب first of May. وشفنا من فترة كيف بدأ تصويت الجمهور اللي طبعا هم بانتظار النتائج.